فيما يخص المديرية الإقليمية للورزات، كذلك انخرطنا في التنزيل الإقليمي لهذا المشروع عبر 3 أهداف. الهدف الأول اللي هو يعني تجويد والارتقاء بممارسات وخدمات التوجيه التربوي. هنا خدمنا على واحد العدد ديال المحاور، أولها تفعيل المواكبة التربوية حتى تمكنا من تسمية 542 أستاذ رئيس بدأوا في يعني في العمل على صعيد المؤسسات، فاستفاد في الأسدس الأول لهذا الموسم أزيد من 4600 تلميذ من هذه الخدمة هذه. ثم نعمل على تجويدها أكثر. فيما يخص النادي الموجه، تمكنا من تسمية منسقي هذه النوادي التوجيه في جميع الثانويات الإعدادية والتأهيلية، ونعمل كذلك لكي تدمج مختلف النوادي الأخرى بعد التوجيه. وهنا نرصد في المؤسسات واحد العدد تاع الأنشطة كاستضافة المهنيين، أنشطة في مجال يعني العمل على الذات، زيارات للمحيط المهني. فيما يخص كذلك الفاعل الآخر اللي هو الأسر، فتمكنا من تنظيم واحد العدد ديال اللقاءات مع الأسر فيها هذا يعني الحديث على الجانب ديال التوجيه التربوي، استفاد منها أزيد من 500 مستفيد. والذي ينتظم هذه الأعمال كلها اللي هو مشروع المؤسسة، فعملنا على إدماج بعد التوجيه في مختلف مشاريع المؤسسات خاصة ديال الثانويات الإعدادية والتأهيلية. حنا دابا في ورشة توجيهية، بحكم أننا في دوزيام باك كنحتاجو أننا يكون عندنا واحد الوعي توجيهي، ويعني تعلمنا بزاف ديال الحوايج في هاد الورشة التوجيهية. وكنشكر الموجهين على هاد الحصة وعلى الوقت اللي عطاونا، حيت بصح كنا محتاجين ليه بزاف، وكنا يعني عندنا واحد الرؤية ضبابية على بزاف ديال الأمور في التوجيه. فيما يخص الهدف الثاني الذي يعمل على الارتقاء وتطوير نظام الممرات والجسور والمساطر التوجيه التربوي، فنعمل على يعني التعريف بالنظام المعلوماتي الجديد لهذا المسار التوجيه التربوي، ونواكب تنزيلها ديالها في مختلف المؤسسات لكي يعني يتمكن التلاميذ من التعبير على الاختيارات ديالهم بشكل اكثر سلاسة. كذلك نظمنا واحد العدد ديال الأنشطة وخاصة القوافل في مختلف الثانويات الإعدادية والتأهيلية. مثلا برسم هذه السنة، فالقافلة ديال التوجيه جابت جميع التأهيليات ديال الإقليم واستفد منها أزيد من 3000 تلميذ. كذلك استقبلنا قافلة جدارة المنظمة من طرف المؤسسة المغربية للطالب تحت الرعاية السامية لجلالة الملك. حطينا الرحال ديالنا بمدينه ورزازات للتعريف على هذه المؤسسه هذه والبرامج اللي كتمنح وكتقدم عروض للطلبه المتفوقين في البكالوريا والمحدثين من الاوساط الاجتماعيه هشه لمتابعه الدراسات العليا ديالهم وفق التطلعات والطموح ديالهم. نحن الان في فتره تعبئه الاختيارات التلاميذ، او يعني انهم يختارون المسالك والشعب التي يرغبون متابعه دراستهم فيها. كما تلاحظون التلميذه جات عندي كان عندها واحد التردد ما بين مسلكين في الاداب والعلوم الانسانيه. نعتمد بالاساس بتبيان المغزى من هذا الفرق ما بين هذ المسلكين، على اساس انه ما يعني الافاق الدراسيه لما بعد البكالوريا هي المحدد، وكذلك المشروع الشخصي للمتعلم او التلميذ. يعني تحقيق مشروعه يستلزم بالاساس يعني احد المسلكين. فيما يخص الهدف الثالث الذي يسعى الى تعزيز الموارد المتعلقه بمجال التوجيه التربوي، عملنا على نقطتين. اولا يعني تعزيز الموارد الماديه، حيث انتقلنا من 11 فضاء اللي كانت عندنا برسم البرنامج الاستعجالي، وصلنا في 2020 الى 19 فضاء. في 2020 جهزنا جميع الفضاءات الجديده والقديمه بالعتاد المعلوماتي، ثم كذلك الفضاءات الجديده هي 8 فضاءات اللي كانت قاعات في المؤسسه تحولناها الى فضاءات للتوجيه. برسم 2022 فبرمجنا احدى فضاءين، احدهما
بثانويه اعداديه ادلسان والثانويه الاعداديه سيدي احمد بن ناجي غسات، وسنجهز هذا الفضائين. وكذلك برمجنا تجهيز 13 قاعة أخرى بالمؤسسات الأخرى، يعني ستتحول إلى فضاء التوجيه، حيث سنصل إلى أزيد من 90% في نسبة التغطية بفضاء التوجيه بالمؤسسات. فيما يخص تعزيز الموارد البشرية، فعملنا على دعم القدرات الفاعلين في مجال التوجيه التربوي، حيث تمكنا من تكوين 159 أستاذ رئيس في مجال المواكبة التربوية، 34 من أعضاء المجالس التربوي والتدبير في مجال إدماج بعد التوجيه في مشروع المؤسسة، 48 من منسقي النوادي في مجال إدماج بعد التوجيه في آلية اشتغال النوادي، 58 من الأطر الإدارية في يعني في كيفية إدماج بعد التوجيه في آلية اشتغال المؤسسة بصفة عامة وفي مشروع المؤسسة بشكل أكثر تدقيقا. ثم كذلك تكوننا جميع أطر التوجيه التربوي والمديرية الإقليمية في مجال المواكبة النفسية تحت إشراف طبيب نفساني. إذن هذه هي مختلف الأعمال التي قمنا بها على هذا الصعيد. هذا العمل كله تلقوا الصدى ديالو بأن وصل يعني العمل القرب اللي تيقوم به جميع الفاعلين فيما يخص الاستشارات، فيما يخص الخدمة الإعلامية، فيما يخص مواكبة المشاريع الشخصية للمتعلمين.